الخاتمي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان وسيم جمعة، رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمار. وسيم أهلا بك. إذا الحديث يدور حول تقدم تدريجي في مفاوضات بكين وواشنطن الاقتصادية والتجارية، كيف تعلق عليها؟ مساء الخير مايا، إليك وللمشاهدين. بداية بالشكل، بمحادثات ألاسكا كانوا تقريبا عم بيصرخوا على بعضهم، اليوم رجعوا عم يحكوا مع بعض، فالحوار أحسن من الصريخ. هيدي أولا. ثانيا، شغلة تانية، المحادثات صارت بتوقيت يعني كبتوقيت بنهار، يعني شوي أود لأمريكا أنه كان مؤخر أو شيء هيك، فهذا كمان بيفرجي أنه في ترحيب أمريكاني بالمحادثات. الشغلة الثالثة، آخر 4 أسابيع صار في أكثر من حكي بين الصين وأمريكا، يعني صار في نوع من الليون. هيدي أولا. ثانيا، الأمريكان والصينيين عم بيعانوا شوي من وضع اقتصادي مخنوق، يعني في عندك السبلاي تشين، مشاكل سلاسل الإمداد، عندنا تراجع تباطؤ اقتصادي بالصين، فاثنين هلأ ملاقيين حاجة أنه يحكوا مع بعض. لكن اللي عم بصير إلى الآن، أمريكا بعدها واقفة عند النقطة اللي اتفقت فيها الإدارة الأمريكية السابقة مع الصين، وعم بتطالب بتنفيذ الاتفاق تاع الفيز 1. وهون عم بصير هلأ، على الأرجح رح يكون في تليين لقدام. الصين نفس الوقت عم بتطالب انه خففوا عني التارت وخففوا عني وسيم. تعليقا على هذه النقطة تحديدا، ما الفرق بين سياسة ترامب وسياسة بايدن بالتعامل مع الملف التجاري الصيني؟ يعني لهلا يبدو انهم متقاربين جدا ولا لا؟ مزبوط، بس خليني اعطيكي ملاحظتين. اولا، عم بتلاحظي بالعالم كله هلا حوارات بالعالم، في حوار بفيينا، في حوار بالصين، في حوار، يعني هلا في هيدا اول فرق بين الاثنين. لكن على المساله الثانيه، ليش ما في فرق كثير؟ يعني لما ننزل على مستوى العلاقه بالصين، لانه في انتخابات بالكونغرس بعد سنه، ما في يبين الحزب الديمقراط انه متراجع كثير على هيدا الموضوع. على الارجح رح يتم صياغه المفاوضات بطريقه انه هناك بعض القطاعات التي بحاجه للتصدير ما بين الدولتين، بعض القطاعات لتخفف مشاكل سلاسل الامداد، من هيدا المدخل بعتقد رح يفوتوا. هيدي اولا. ثاني مدخل رح يفوتوا فيه، رح يبداوا بالتحضير لقمه جلاسكو حوالين القصص تعيد المناخ والديكربونايزيشن الى ما هنالك، وخصوصا انه هيدي نقطه التقاء ما بين الصين وامريكا، والتنازل فيها ما رح يكون مثل تنازل للطرف الاخر، لانه الاثنين متفقين على هيدي السياسه. وهون النقطة الأهم، هل الرئيس الصيني بعد، إذا ماني غلطان، 21 شهر عدم سفر، هل رح يسافر على جلاسكو ويمكن يتلاقى نظرائه، ولا رح نكتفي بالأمور الأونلاين؟ فهناك حاجة للتراخي، هي بعتقد رح تحكم العمل، وبعتقد رح نسمع تراخي أكثر كل ما نروح. والدليل يعني هل يمكن أن يكون، لأنه آخر 4 أسابيع لهجة حتى إذا ماني غلطان مسؤولي عن التجارة كانت كثير أنعم من يعني من كلمة الحرب التجارية التي كنا نسمعها خلال العام الماضي كلها، هل ستختفي نهائيا وسنجد المزيد من التقارب؟ لا، لن تختفي لسبب، هناك نوع من الحرب الباردة. ما بدنا ننسى، يعني أنا ما بتدخل بالسياسة، بس هناك شيء بالغواصات صار من كم من أسبوع، هيدي نقطة تحول كثير كبيرة بالمحيط الهادئ، ما فينا نغفلها. هناك موضوع تايوان والطيارات اللي عم بتطير فوق تايوان، كله مرتبط ببعضه وبيأثر على توجهات المستثمر. إذا في جيوبوليتيكال ريسك، أنا من هذا المدخل بدي فوت، إذا في جيوبوليتيكال ريسك ولا ما في، نوع الحوار اللي عم يجي عم في تنظيم للخلاف، بدل ما يكون صريخ مثل ما بلش أيام يعني الإدارة السابقة، أو لما بلش بألاسكا بمارش 2021، لا اليوم تغير. الوضع أفضل، شكرا لك وسيم جمعة، نستثمر بطريقة أفضل. شكرا لك وسيم جمعة، رئيس الاستثمار في كابيتال الاستثمارات، كنت معنا من عمان.